وحول مباحثات وزير البترول مع شيل العالمية في مجالات البترول والغاز ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. أستاذ حمدي، بعد التحية، يعني اليوم هناك مباحثات بين وزارة البترول وشركة شيل للمزيد من الاستكشافات البترولية للشركة في البحرين الأحمر والمتوسط في منطقة امتيازها. النهارده كان طبعا المهندس صالح بيبحث مع نائب رئيس شركه شيل العالميه اللي هو لسه تولي مهام منصبه في القريب، وكانت دي بالنسبه له اول زياره للقاهره. طبعا كانت المباحثات شهدت استعراض الموقف الحالي لانشطه شركه شيل العالميه في مصر، وهي تعمل في مصر منذ عده سنوات طويله ومضت، وفي نفس الوقت ليها مناطق امتياز الدور عن البترول والغاز في المياه العميقه في البحر المتوسط بعد فوزها بعدد من المناطق وايضا في البحر الاحمر. نعم. الوزير اكد في هذه المباحثات ان هذا التوقيت توقيت مناسب، في ظل في ان اسعار البترول اكتشفت دلوقتي مستويات مرتفعه، وبالتالي ده بيشجع الشركات العالميه انها تكثف عملياتها للبحث عن البترول والغاز، خاصة الغاز الطبيعي، لأن الغاز الطبيعي أصبح حاليا هو الوقود الأساسي والوقود المطلوب في مرحلة التحول الطاقي في إطار اهتمام الدول كلها بتقليل الانبعاثات عن الهواء. ونحن عارفين إن مصر هتستضيف قمة المناخ إن شاء الله في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ، فبالتالي كان لهذا الموضوع أيضا نصيب في المباحثات، لان طبعا احنا عارفين ان احنا دور قطاع البترول والشركات العالميه اللي شغاله ان شاء الله هيبقى في كوب 27 الدور اللي هو بالنسبه الشركات نفسها، الشركات اللي هي شركات قطاع البترول، عايزين نوصل رساله للناس ان هي عندها رغبه وعندها بتسعى وعندها هدف ان هي ايضا تشارك في الحفاظ على البيئه وخفض الانبعاثات. نعم، يعني كيف تستطيع مصر في ظل هذه الظروف العالمية ونقص الإمدادات سواء في الغاز وأيضا في البترول الاستفادة القصوى، تحقيق أقصى استفادة والإعلان عن نفسها كمصدر أساسي للغاز الطبيعي للدول وإحلال محل عدد من الدول التي ربما تراجعت في الفترة الأخيرة؟ احنا عارفين إن مصر استطاعت الحمد لله في أغسطس 2018 إن احنا نحقق الزد والعودة مرة أخرى للتصدير. طبعا احنا عشان نستطيع ان احنا نستمر في ان احنا نلعب دور مهم في هذا الموضوع، احنا بنقول ان مصر حاليا مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز. بنقول مش قصة الغاز المنتج في مصر بس، لكن بنقول ان احنا عندنا البنية الأساسية القوية نستطيع ان احنا الغاز اللي موجود في دول الشرق المتوسط يجي مصر عندنا ويتم إعادة تصديره ونستفيد. احنا عندنا إمكانيات وطاقات فائضة في مصانع الإسالة الموجودة عندنا في إدكو وفي دمياط، فبالتالي دي بتحقق قيمة مضافة لمصر سواء من رسم المرور أو اللي احنا أيضا مشاركين بنسبة في هذه المصانع. أيضا عندما حضرتك تكوني مركز إقليمي أنت بتكثفي أعمال البحث والاستكشاف، بتطرحي اتفاقيات بترولية، الشركاء العالميين لديهم ثقة في الاستقرار المصري الموجود سواء استقرار سياسي أو استقرار أو اقتصادي، في ثقة بالنسبة للمستثمرين اللي بيشتغلوا في قطاع البترول منذ سنوات طويلة، ده كل ده بيدي مصر قوة إن هي تستمر إن هي تلعب دور في الغاز الطبيعي كمورد من الغاز الطبيعي. لكن مش ما احنا ما بنقولش ان احنا هنحل محل الدول الكبرى، لكن عندنا كميات وشحنات يتم اعاده بيتم تصديرها، ومصر تلعب الدور المهم كمركز اقليمي لتجاره وتداول الغاز في
في المنطقة. نعم، يمكن روسيا اتجهت في الفترة القليلة الماضية لغزو الأسواق الإفريقية والأسيوية للتعويض عن وقف إمدادها للغاز الطبيعي لأوروبا. كيف تستطيع مصر أيضا إحداث هذا التعادل في ظل التواجد الروسي أو الغاز الروسي في القارة الإفريقية في الفترة القادمة؟ نحن عايزين نقول بس إن روسيا بتمتلك كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والاحتياطات، واحنا ليس بديل لروسيا. احنا بنقول ان احنا عندنا كميات لا باس بها بيتم تصديرها من مصانع الاساله سواء لدول اوروبا او دول شرق اسيا، فيما يتعلق بالشحنات نفسها اللي بيتم تصديرها من مصانع الاساله. لكن فيما يتعلق بافريقيا، طبعا احنا عارفين ان مصر هي بوابه افريقيا، مش بس في موضوع الغاز الطبيعي او البترول، هي في المنظمه الافريقيه المنتجه للبترول اسمها الابا، او حاليا دلوقتي سموها الابو. دي بتساهم في تنسيق السياسات وفي نفس الوقت التبادل ما بين الدول المنتجه في افريقيا، والسماح لها ان هو يبقى في تجارب، في قصص نجاح بيتم تحقيقها، سواء في تنفيذ مشروعات أو حضرتك الكوادر، تدريب الكوادر الموجودة في إفريقيا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول.